طيب الحديث الثالث اللي هو الحفاظ النبياء، اللي هو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. حديث ضعيف الإسناد. طيب هل في حديث ثاني حفاظ النبياء؟ لا، ما فيش إلا الدعاء. يعني أن تسأل الله الإخلاص، تسأل الله الإخلاص فقط. لكن كحديث يا رسول الله شكوى أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام كيف أتقي الرياء، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أخرجه ابن السني في اليوم والليلة، وهو ضعيف جدا، ضعيف الإسناد جدا. وإن كان المعنى يتحمل، لكن من ناحية المعنى، لكن كشيء مأثور عن رسول الله لا يثبت عن رسول الله، لكن كدعاء يصح. سيدنا عمر اللي هو قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللهم اجعل أعمالي صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. لم أقف له على سنة ثابت.